كانت عندنا وقفة على مستوى مطار قسنطينة ومدينة توجيهات في هذا الميدان اللي كينجع من مطار قسنطينة، يعني مطار اللي يكون عنده دور جوي بامتياز. زيادة ذوك الزيارة تاعنا عندها ثان كيف رافق المواطن في اليومية تاعو في النقل تاعو الحضاري، ولهذا كانت عندنا وقفة على مستوى الترموي اللي هو ترموي تاع قسنطينة، عنده طبع خاص أيضا، هو يعني حاليا يسير في ظروف جد حسنة، عليه الإقبال والنداء نديرو المواطنين باه يرافقوا هذا النمط النقل، باه تكون عنده الديمومة ويكون ديما يلعب الدور تاعو. المحطة الثالثة هي كانت محطة المسافرين بين الولايات، راح تكون المحطة الرابعة على مستوى قسنطينة، وراح تسير إن شاء الله هذا بعد ما يكون اتفاق مع الجامعات المحلية من طرف المؤسسة اللي تابعة وزارة النقل، هي سوغران هي راح تكفل بها وتوضع فيه كل إمكانيات لازم في السينياليزاسيون، في مرافقة يعني المتعاملين في النقل، با يعني يكون يلعبوا الدور تاعهم كي منتظم. المرحلة المحطة الرابعة هي هذه اللي سكان قسنطينة يستناو فيها يعني منذ فرنسو منذ مدة طويلة. هل مش راح نبعثهم من جديد؟ راح نبعثهم انطلاق من شهر جوان جان لكي المشروع يتم الاستلام تاعو عند نهاية السنة، يعني التليفيريك تاع قسنطينة يعني يكون في حالة الاستغلال بصفة نهائية مع نهاية السنة. الأموال وضعناها هما على حساب ميزان الدولة وليس على حساب يعني المؤسسة تسير. الإمكانيات الإنجاز هي وطنية، كل التجهيزات راهي موجودة حاليا في المحطة، كنت شو محطة ما بقنا إلا وضع ورقة طريق نخطط كيف راح ندخل ميدانيا وكيف راح ننجز المشروع. هذا هو يعني التحدي اللي وضعنا احنا على نفوسنا كقطاع، اللي وضعته الجامعات المحلية على نفوسها كهدف للمواطنين وحتى المنتخبين، هذا هو الطلب تاعهم. إذن راح نعمل اللي كاين بعث المشروع في أقرب وقت، وكي ننزلوا نقولوا لي بلي زدنا وضعنا يعني حاجة في قسنطينة. وشكرا. شكرا.